النهارده ان شاء الله عندنا اخر درس في الوحده الاولى في الكبر الترم الاول اللي هي تطبيقات على الاعداد النسبيه. تطبيقات على الاعداد النسبيه بتقسم ثلاث مسائل. اول مساله بتاعت منتصف المسافه هيجي يقول لي اوجد العدد الذي يقع عند منتصف المسافه بين العددين نص وثلث. في الحاله دي اقول له ايه؟ القانون بتاعي الواضح والصريح اللي هو النص في مجموع العددين. يعني ايه نص في مجموع العددين؟ يعني نص في مجموع العددين اللي عندي اللي هم العددين الاصليين اللي هو النص والثلث، هجمع النص زائد الثلث. بالطريقه اللي احنا حددناها خالص على النص في نجمع النص والثلث اضرب مقامات واعمل مقصات هيطلع الناتج بتاعي 5 على 6. لما اضرب النص في 5 على 6 هيطلع الناتج 1 في 5 ب 5 و2 في 6 ب 12. يبقى اقدر اقول له ان 5 على 12 ده العدد الذي يقع في منتصف المسافه بين النص والثلث. بعد كده عندي اوجد العدد الذي يقع عند ربع المسافه، خمس المسافه، سدس المسافه. مش هتفرق معايا، اهم حاجه يكون من جهه الاصغر ولا من جهه الاكبر. من جهه الاصغر يبقى اول حاجه لازم اكتشف مين العدد الاصغر بين العددين الاساسيين. طبعا دي سهله خالص لان ده عدد موجب وده عدد سالب، يبقى العدد الاصغر والعدد السالب احدده كده. حددنا كده العدد الاصغر، نبدا نشوف القانون بتاعي. الاصغر اللي هو سالب 3 على 7 زائد المسافه اللي هي ربع المسافه في الاكبر اللي هو مش عارف تحديد 5 على 7 ناقص الاصغر اللي هو سالب 3 على 7. تمام كده؟ ماشي. يبقى سالب 3 على 7 زائد ربع المسافه، يبقى ربع مش نص، ربع المسافه في 5 على 7 ناقص 3 على 7. عادي خلاص طبقها بالاله الحاسبه وطلع الناتج بتاعك، هيطلع الناتج بتاعك سالب 1 على 7 تمام كده. مفيش فيها اي مشكله خالص. نفس الفكره بالظبط، هي اوجد العدد الذي يقع عند ثلث المسافه بين العددين كذا وكذا من جهه الاكبر. احنا اللي يهمنا عندنا في الجهه جهه الاكبر، يبقى لازم احدد العدد الاكبر. واضح ان ده كسر بسط واظهر المقاومة، ده اقل من الواحد الصحيح، وده كسر واحد وحاجه يبقى ده الاكبر، يبقى انا حددت العدد الاكبر. نبدا القانون بتاعي عادي خالص، الاكبر هو 1 و3 ارباع زائد المسافه اللي هي ثلث، الاصغر اللي هو مش عامل تحديد 4 على 7 ناقص الاكبر اللي هو 1 على 3 ارباع. قالتك الحاسبه عادي خالص ممكن تطلع النتيجه الموجود بتاعك عادي، هيطلع النتيج بتاعك 19 على 14. مفيش فيها اي مشكله خالص، ده مثال سهل بسيط برضه في الامتحان، سواء جالك بالشكل ده او بالشكل ده او بالشكل ده، ده اسمه الاختبار. وكده يبقى احنا خلصنا الوحده الاولى في الكبر لسنه اولى اعدادي.